في ملف التجديد وخلاص اتكلمنا فيه بشكل كامل، لكن عايز اتكلم معاك في جزئيه اخرى هو فيما يتعلق بمستر ريني فايلر، وانا عايز اسمع تقييمك للمدير الفني على مدار الفتره اللي فاتت كلها منذ تولي المهمه مع النادي الاهلي، رايك فيه؟ يعني من وجهة نظري برضو ان فايلر من المدربين اللي حطوا بصمة بشكل سريع مع الفريق بشكل سريع عكس اللي سبقوه في الثلاث اربع سنين. ايه الفرق يعني؟ ما نقدرش ننكر ان اول حاجة بطولة السوبر اللي خدها اول ما جه قدام نادي الزمالك فرقت معاه بالطبع، ان انت لما بتكسب بطولة قدام المنافس التقليدي بتاعك وحتى الشوط الأول كان فيها أداء ويمكن مستوى الأهلي لما اهتز بسبب الإصابات اللي حصلت في الفريق الشوط الثاني، فلا الناس يعني اختصر حاجات كتير كان في مدربين قبله ممكن تكون الظروف مش مساعداهم في الأمور دي. مع في الدوري بدايته كانت طبعا جيدة جدا، بتتكلم انتصارات متتالية في سكور في ماتشات كان في بعض الأحيان مع مدربين آخرين الأهلي بيحسمها بشكل صعب، يعني لما بتكسب مثلا إنتاج سكور، لما بتكسب المقصة سكور، أسوان، حاجات في ماتشات في مواسم سابقة كان ممكن الأهلي يطلع بماتشات زي دي 1-0 2-1 وتحس إن الماتش متعقرب، فدي ادت للناس ثقه اكتر في المدرب. ثلاث اجوان في الزمالك في السوبر بالظبط، فقلنا ماتش الزمالك، فدي كلها خلت المدرب الضغوطات الجماهيريه عليه اقل بالظبط. يمكن طب بس ده بيترتب على ايه؟ هل هي قدرات الراجل نفسه، قدرات المدير الفني، ولا هي ظروف وحظوظ؟ يعني المدير الفني اللي كان قبل مثلا فايلر كان لاسارتي، هل ما كانش موفق نفس التوفيق اللي حالف مستر فايلر مثلا، ولا هي قدرات شخصيه وفنيه؟ قدرات بتبان في الملعب فنيا، شكل الفريق نفسه بيبان، يعني ممكن مدرب يعمل معاك في الاول نتائج كويسه بس انت تبقى قلقان، ليه؟ لان انت حاسس ان الفريق في مشكله، بتبتدي تتكلم لا اصل ده المنافس الضعيف، لا لكن وكره القدم لازم يبقى فيها جزء حظ وجزء توفيق طبعًا بس طبعًا. ده ما بيجيش الا لما بتبقى انت بتشتغل وبتجتهد وبيبقى ليك بصمه وشكل جوه الملعب، فده ظهر مع فايلر. يمكن كانت شويه المشكله لما في بعض المباريات الافريقيه، لان برضو الراجل لسه جديد هنا على الكره بتاعتنا في مصر وافريقيا، مش يعني اللي هو ايه، في امور لسه بيجرب، فطبعا كان يمكن ماتش النجم الساحلي اللي كان فيه اداء لكن النتيجه ما كانتش جيده. اعتقد من مباراه الهلال السوداني افريقيا الامور ابتدت تتظبط اكتر عند فايلر، تمام، ما بين المعادله بتاعت الدوري وافريقيا. ممكن نرجع قبليها خطوه اللي هي الماتش بتاع بلاتينيوم، لان ده كان ماتش سيء جدا اللي هو كان خارج فعلا الارض، التعامل كان معاه صعب، هنقول ان في طقس او ما شابه، لكن المباراه كان مفترض انها تبقى اسهل من كده على النادي الاهلي. انا من وجهه نظري ان فايلر حط ايده على الامور في افريقيا في الماتش ده تحديدا، قدر ان هو ازاي يجهز فريقه لمباراه الهلال السوداني، مباراتين سان داونز التعامل فنيا واداريا كان على افضل حال، وبالتالي هو